أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، أهلا ومرحبا، مساء الخير والسعادة والبركة على حضراتكم، كل واحدة وكل واحد باسمه. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. برنامجكم ساعة ونص مشهورة كل 3 ساعة 8 مساء. لي الشرف أكون مع حضراتكم زي كل أسبوع، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. يا رب مستنينا زي ما احنا مستنينكم. حلقة المرة اللي فاتت كانت على أضرار المحمول. حلقة النهاردة هنفكركم بأضرار المحمول، وهنزود كمان عليها جملة تبقى دي الجزء التاني، اسمها أضرار وبدايل المحمول. أفكركم في ملخص من دقايق كده على المرة اللي فاتت. احنا قلنا ان ظهور الهاتف المحمول في العالم اللي هو من تقريبا حاجة وعشرين سنة، يعني بنقول تقريبا حوالي 25 26 سنة، في التسعينات، منتصف التسعينات، كان كوم، وظهور النت على المحمول كان كوم تاني اللي هو تقريبا من أقل من 15 سنة. دخل العالم بعد دخول النت، الإنترنت اللي بقى افيلابل على الموبايل، بقى معانا بقى فيس وواتس أب، ومعانا انستجرام، ومعانا فيس تايم، معانا كل حاجة يعني في الدنيا. فبقى البني آدم ماشي معاه كمبيوتر متنقل. كان زمان بنقعد في البيت على النت، دلوقتي النت في إيديك. العالم الجديد ده لما دخل ابتدى يضر بأدمغة الأطفال الصغيرين من صغرهم. احنا اكتشفنا مجموعة من الأمراض ما كناش على وعي بيها احنا كأساتذة جامعة أو كدكاترة عموما، حتى في الأبحاث اللي احنا بنقدمها للناس ما كناش على دراية بيها، لكن فوجئنا بدخول أمراض لدرجة إن احنا كل شوية والتانية في مؤتمرات وأبحاث دايمة بنشوف إيه اللي بيحصل. يعني ما كناش مثلا على دراية بموضوع التلفزيون والمحمول والتوحد، كان الموضوع ده لسه لم يكن قيد الدراية. اكتشفنا انه تعرض الاطفال في سن مبكرة للمحمول او للتلفزيون او للايباد، اي حاجة منورة، لفترات طويلة بدخله في حالة عزلة وارتباك في الكلام وتأخير في الكلام. كان زمان التلفزيون ده في البيت، دلوقتي بقى في كل حتة بنتحرك بقى في تلفزيون بين ايدينا، ونخش اشوف الولاد، طبعا انتوا بتشوفوا الكلام ده كمان معايا، ماسك الموبايل وابوه شايفه، الولد داخل من الاوضه وطالع من الاوضه بالموبايل اللي ماسكه بين ايديه وعمال يبص. فبدل ما كان بيشوفه في البيت ساعه، بقى بيشوفه في اليوم 24 ساعه. ابتدى يحصل تاخير لغوي، تاخير في الكلام، تاخير في التواصل، تاخير في العلاقات بالبشر، ودخل في حاله اسمها توحد. بعدين ابتدى نلاحظ كمان فرط الحركه. موضوع فرط الحركه ده اضعاف الاضعاف تزايدت، 2.5 فولد، يعني مرتين ونص اضعاف المرض ابتدت تزيد، لان الموبايل بقى عباره عن حاجه بتشد انتباه الولد. مجرد ما تشيل الموبايل انتباهه بقى متشتت بيدور عليه، وبالذات الاطفال الصغيرين اللي بقى بيشوفوا الكلام ده من صغرهم. حتى الام اللي بترضع دلوقتي، وجبنا الصوره دي المره اللي فاتت، بقت ماسكه موبايل بتتفرج عليه والولد جنبها بيرضع، لو طال يرضع من الموبايل كان رضع، فاهم الفكره، باصص له. فالاشعاعات والنور والحاله اضطراب التركيز اثرت عليه. قلنا كمان المره اللي فاتت ان العقل بيمتص بتاع الاطفال مرتين، يعني ضعف عدد امتصاص الاشعه من الموبايل. فاكتشفنا ان في اضرار على خلايا المخ. ناس بتقول على المدى البعيد الاضرار دي لسه احنا هنكتشفها قدام، وبالتالي احنا دخلنا في عالم ملخبط. حط جنب ده اضطرابات الرؤيه واضطرابات الشبكيه والقرنيه والجسم الزجاجي والدموع والالتهابات، الدموع اللي بتزيد يعني، والالتهابات. حط جنب ده وده 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 حالة الإدمان، إن الولد بقى مدمن هذا الجهاز من صغره. وقلنا إن الكلام ده بيزود نسبة في العقل اسمها الدوبامين، وإحنا ما فيش رحمة على العيال، من صغرنا عمالين نعرض الولد لهذه الخاصية. طبعا له فوائد، ما قلناش حاجة، يعني طبعا له فوائد في المذاكرة في غيره، إنما الولد بيقعد يذاكر بيطلع حاجات على الإنترنت، ونخلص يبقى الموبايل يتقفل. عشان كده حتى قلنا إنه التعرض للموبايل ما ينفعش في أقل من سن 8 إلا إلى ساعة لساعتين في الأسبوع، يعني إذا كان في اليوم ربع ساعة نص ساعة ماشي. ده في ناس منعت كمان، قال بعد كده ممكن ساعة أو ساعتين في اليوم بعد سن 12 سنة يسمح بذلك، لكن غير كده بقى في ضرر. طبعا تقولي أنت بتقول كلام في الهوا، لا، نحاول على قد ما نقدر نمنع الكلام ده. وقلنا المرة اللي فاتت تدريب هام، ان احنا لما بنخش البيت لابد من غلق هذا البتاع عشان البتاع ما يأثرش على البتاع. ده اسمه بتاع، ده بتاع وحش، نقفله خالص، مش سايلنت. بعد 7 8 دخلنا البيت نقفله، هنلاقي نفسنا مجبرين نعمل حاجات غير الموبايل، بالذات في اطفالنا الصغيرين. طبعا اتكلمنا مع بعض في ابحاث كتيرة، اتكلمنا كمان حتى على تأثيره على المذاكرة.
يعني ابتدى الولاد ما يركزوش، عاوز يخلص يجري يمسك الموبايل، فبقى عقله متشتت. كلمنا كمان على انه بيفتح معينين الولاد على المواضيع الاباحيه، وان دخل في العالم بروجرامز بتقفل الانترنت الاباحي اللي ممكن يقتحم هذا الموبايل. كمان امراض الاكتئاب والقلق زادت جدا بعد دخول الموبايل في الكبار على فكره وفي الصغيرين، ان الموبايل ابتدى يعمل نوع من الشد العصبي بسبب الاخبار المتواتره. زمان تفتكروا زمان، من زمان كنا بنقرا الخبر في الجورنال الصبح ونخلص، او تيجي بالليل احداث 24 ساعه. دلوقتي الاحداث كل ثانيه، حاجات بتتشاير وحاجات بتيجي وانت قاعد عمال مستني في كذا، الحق ده في مشكله، ده في الشارع، ده حاجه تخص البلد، ده حاجه تخص الاضطرابات، حاجه تخص الاضرابات، حاجه بعد الشر على البلد، يا رب يحميها ويحمينا جميعا. فبقى في تنشن، البني ادم بقى مشدود. انا يعني في شغلنا انا اشوف الكلام ده كتير جدا، شدت الناس ما كانتش زي زمان، نسبه القلق والتوتر. الاكتئاب بقى انه اخبار البورصه وتلاقي البورصه نزلت النهارده، مزاجك ينزل، بكره تطلع، فانت طالع نازل معاها، والاخبار السيئه والمجاعات والزلازل. كان زمان الواحد قاعد الكلام ده بعيد عنه، ما بيوصلوش حتى لودانه، فكان في سلام. فبقى في حاجه اسمها جلوبال ديبريشن، بيسموه اكتئاب عمومي عام، كل الناس بقت متضايقه. عشان كده احنا بنقول ان في ازمه خطر كبيره جدا 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 في هذا الموضوع. اتكلمنا كمان على مشاكل الجهاز العظمي. قاعد تاني، رقبته، ايديه، كوعه، صوابعه، فبقى عنده الاعوجاج في العمود الفقري، التهاب في الفقرات، في الاعصاب، عشان مش قادر قاعد، مفروض طول الوقت قاعد، يا حرام مكفي. كان الاول يقعد شويه ويقوم، لا مكفي، سوء استخدام الظهر. تلاقي نسمع عن الاطفال اللي بيجي لهم الم في ظهرهم، تلاقي ابنك الصغير ابو 7 8 سنين يقول لك يا بابا ظهري بيوجعني. كان زمان الكلام ده نسمعه في 50 60 سنه، بقى دلوقتي 6 7 سنين مفيش حركه. كمان موبايل بيخليك تقعد وتاكل، ربنا يديك الصحه، اديها فشار على محشي على لب، وقلب جوه وخش تاني. فبقى في اضطرابات في الجهاز الهضمي، اضطرابات في السمنه، يعني موضوع كبير جدا جدا. من هذا وذاك وهاتيك وتلك، التزم علينا ان احنا ندور على حاجه اسمها بدائل الموبايل. ده محاضره النهارده بقى. ايه حكايه بدائل الموبايل؟ ابتدينا نتكلم، العالم كله بيتكلم مش انا بقى، ان احنا لابد نعمل حاجه اسمها بدائل الموبايل. اللي انا هحكيه كتير في حاجات هتنفعك، في حاجات هتنفع غيرك، هينفع لسن معينه، في حاجات لسن اكبر، في حاجات لسن اصغر. فانا هتكلم ورزقي على الله، واللي شبكتك تصيده امشي وراه. يعني شبكتك صادت من ال 20 30 نقطة اللي هقولهم، نقطة كويس، 10 كويس. صنف بقى الكلام ده على حسب سن ابنك يعني. فأنا قسمت البدائل الموبايل انهم كتير جدا، لما تمسك الانترنت وتبحث في هذا الموضوع او الابحاث الطبية كتير جدا، اجتهد فيها علماء السلوكيات والاجتماع، لقوا حاجات كتيرة جدا. انا قسمتهم للآتي. اول حاجة مجموعة اسمها النشاطات والمشاركات، تاني مجموعة اسمها مجموعة الأفلام، تالت مجموعة اسمها مجموعة الألعاب. يبقى نشاطات ومشاركات، أفلام، ألعاب. هنعمل إيه؟ هنملى الوقت. مرة ولد صغير قاعد مع بابا، فبابا بيقول له كفاية موبايل. فالولد لطيف جدا، طلع يعني عفوا يعني أكثر حكمة في الرد. قال له طب بلاش موبايل، أعمل إيه؟ هقفله، هو أديني قفلته وتربسته، أعمل إيه؟ عمال تزعل الموبايل، الموبايل وأضراره. إحنا دلوقتي لازم نبقى إيجابيين، ندي طاقة إيجابية. بلاش الموبايل، يبقى ندي البديل، ما تعملش كذا، إعمل كذا. نعمل إيه؟ أول حاجة المشاركة في تنظيف البيت أو تنظيم البيت، بلاش تنظيف، خليها تنظيم. الولاد الصغيرين يحبوا قوي يشاركوا، لا يشارك في توضيب اوضته، توضيبها وتزويقها. طبعا تقول لي لود، ماشي احنا معاه، اعمل دي، حط دي، الزق الصوره دي، حط البوكيه الورد ده، هات الساعه هنا، رتب سريرك، رتب كذا، بحيث يبقى شكل الاوضه منظم. وانتوا عارفين ما اسوأ غرف النوم للاطفال، لكن كونه من وقت للتاني يشارك في تنظيمها وتوضيبها وتجميلها، وندي له فرصه بقى في أثناء التجميل يحط شوية إبداع. دي فكرة جميلة ورائعة يعني. تاني حاجة الحكاوي، نحكي. وحلو إن إحنا يبقى عندنا، طبعا الحكاوي بتخلص، في كتب مخصوصة لحكاوي الأطفال، بالذات لو الولد مسك معانا الكتاب وفتح وشاف صور للحكاية، الحكاوي المصورة، ممكن قصص من الكتاب المقدس، في كتب كتيرة مصورة، والكتاب المقدس ما أجمل قصصه،
أما أجمل قصص، ويحكي عن إبراهيم وعن إسحاق وعن يعقوب وعن مغامرات موسى ومغامرات داود. ممكن تحكي له قصص شيقة جدا، داود والأسد والدب، وإزاي قتلهم داود وجلياط وإزاي انتصر عليه. ولما نعمل صورة ونحكي القصة ونجيب ترنيمة مع القصة، بالذات بقى لو أنت شطور في الحكاوي بتاعتك وتخلي القصة شيقة بأدائك اللطيف، وتحفظهم ترنيمة عن كان أصغر راعي داود مع قصة جلياط، وتتكلم عن البحر وتعمل صوت البحر وتعمل شق البحر وتقلد موسى وتخليه هو يحكي وراك ويبقى مشتاق ونايم. طبعا انتوا عارفين اثر التمثيليات في المجتمع العالمي، يعني انت ممكن اكيد عارف الكلام ده، في فترات معينه من الشهر من الشهور السنه تلاقي العيله جميعا مجتمعه، ربنا يديها الصحه، فاهم، قاعده قدام تمثيليه 97 حلقه عماله، سواء تمثيليه مصري ولا عربي ولا تركي ولا وات ايفر، عماله التمثيليه تمط واحنا عمالين متشوقين للاحداث. قد كده التلفزيون نجح ان احنا حكينا تمثيليه، ونقرب من وش البطل ونبعد من وش البطل، والبطل يعيط والبطل يتجوز والبطل يسيب حبيبته، قصص واحنا وراها. يبقى الولاد بيحبوا القصص لانه بيحبوا يسمع حاجه شيقه، بالذات بقى لو انت شيق في الحكاوي. مش عارف تجيب كتاب وتفتح معاك كتاب. طب غير كتب الكتاب المقدس، كتب كتيره جدا 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 ممكن ندور عليها. من ضمن الكتب اللي انا شخصيا بشجع الناس يقروها نوادر جحا مثلا. في قصص جميله عن جحا جدا بالصور وقصص شيقه، وعن النوادر بتاعته وازاي كان بيتعامل مع اللصوص ومع الحراميه ومع مراته ومع النكد ومع الزعل. يعني ممكن انا اتذكر واحنا صغيرين كنا نروح مكتبة الكيلاني وننقي الكتب دي منها، واهالينا كانوا يقعدوا يحكوا لنا، ودي اللي بنت ثقافة ولادنا. لكن كله تلفزيون ما ينفعش. ثلاثة برضو حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الاجتماع العائلي. ايه الاجتماع العائلي؟ مرة في الاسبوع اتليست نعمل اجتماع. الاجتماع ده بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه حاجات لطيفة. من ضمن الحاجات اللطيفة ان كل واحد يقول رأيه في البيت، رأيه في الخروج، نقعد مع بعض على الترابيزة زي المنظر اللي انا هوريه لكم دلوقتي. لو بصينا على النت كده مع بعض ادي الولاد قاعدين، بابا وماما والولاد قاعدين مع بعض وبيتناقشوا زي ما انتم شايفين كده، في مناقشه لطيفه. في المناقشه اللطيفه دي عمالين يتكلموا مع بعض، ياخدوا ويدوا، واثناء الكلام بنتفق مع بعض هنعمل ايه. من ضمن الحاجات اللطيفه نتفق على، يعني انا زعلان من ايه؟ من اخويا مثلا، اخويا مزعلان لو كنا كبار شويه، مستني ايه من، مستني ايه من بابا، مستني ايه من ماما، ماما تقول لي ايه. مشاكل في البيت، في المذاكره مع اصحابنا، ديسكشن، حوار عائلي. احنا ما بنتكلمش مع بعض غالبا، بنتكلم ده دلوقتي انا وصل المرحله ان احنا نبقى قاعدين كلنا كل واحد بيتكست للتاني عن طريق الموبايل، لا هنقعد نتكلم. من ضمن الحاجات اللطيفه ان احنا نعمل منيو مثلا الاسبوع الجاي، هنعمل منيو الاكل وندي حد مسؤولية الأكل ده، ويبقى أثناء وضع الأكل بكرة هنفطر كذا ونتغدى كذا ونعمل كذا، أو منيو لنظام البيت، أو نوزع مهام البيت. دي اسمها اجتماع عائلي. يبقى دول الثلاث حاجات بتوع النشاطات والمشاركات، تمام. تاني حاجة مجموعة اسمها مجموعة الأفلام. تقول لي يعني إيه مجموعة الأفلام؟ مجموعة تانية تدي بدائل. طبعا أنا هديكوا بدائل كتيرة بحيث إن كل يوم تعمل حاجة. يعني من ضمن الحاجات دي مثلا نتفرج مع بعض على فيلم قصير، فيلم كرتون، فيلم تسجيلي، في فيلم ذو قصة بس تكون انت عارفه مسبقا، ونعلق على الأبطال والأحداث اللي فيه. ايه رأيك في التصرف الفلاني في القصة دي، لما راح هنا، لما قال الجملة دي، حتى لو طلعت جملة مش لطيفة، ينفع الغضب بالمنظر ده، الزعل بالمنظر ده، دي قصة يعني. من ضمن الحاجات اللطيفة للفت الانتباه ان احنا نتفرج على فيلم ونقول لهم بعد الفيلم، اثناء الفيلم هنلاحظ تفاصيل الفيلم، وتسأل في اخر الفيلم ده شوية اسئلة تكون مجهزة. كم ممثل، اسم الممثلين ايه، لبسهم ايه، كانوا في المكان اللي كانوا فيه كان اسمه ايه، الشارع، كم عربية، بحيث ان الولاد يبقوا قاعدين منتبهين للفيلم عشان يطلعوا من الاخر عندهم نوع من التركيز. وده بالمناسبة من الحاجات اللي بتزود الاتنشن، الانتباه، البني ادم يبقى منتبه طول الوقت، مش قاعد بيتفرج على الفيلم وسرحان، لا. وعلى فكرة من ضمن الحاجات دي اللي بنعملها برضو مع ولادنا وهو رايح المدرسة، بقول له لما ترجع قول لي شفت كام عربية لونها حمراء، أو كام نمرة فيها خمسة، أو كام إشارة حمراء عديت عليها. من ضمن الحاجات اللطيفة اللي بتنمي القدرة التحصيلية للولاد. تالت حاجة برضو في الأفلام
نظرية اسمها نظرية السينما. احنا دلوقتي ما عندناش سينما، السينما غالية وهنروح مكان بعيد ومش هنعرف ننقي غير فيلم معين. لا، احنا هنعمل في البيت سينما. والسينما دي هنعملها ازاي؟ هيجي حد من البيت يختار فيلم لطيف نكون بنحبه او متفقين عليه، وبقى سهل نعمله داونلود من على النت. في بعض الناس عندها في البيت بروجكتورات صغيرة كده ممكن يحطه ويوصل له الكمبيوتر. على فكرة بقى الحاجات دي ما بقتش غالية، وبقى سهل جدا ان كل بيت يبقى فيه بروجيكتور صغير اللي يقدر يجيبه طبعا، او اللي يقدر يستلفه، او لو مجموعه من الاصدقاء مع بعض اتقابلوا في بيت وجابوا البروجيكتور الصغير ده. انا اعرف ان اسعاره مش غاليه يعني، لكن يعني لو في صعوبه في الحصول عليه بالتلفزيون وخلاص مفيش مشكله، لكن يعني اذا قدرنا نعمله يبقى كويس. حد مثلا من اصحابنا عنده بروجيكتور، وحد من البيت يجهز بقى شويه فشار وعصير ولب ويحط الفشار في اكياس زي السينما بالظبط. وممكن يبقى الموضوع فيه ابداع اكتر من كده، نعمل كراسي وكل واحد ياخد رقم كرسي وكل واحد يقعد على الكرسي بتاعه، وبعدين نتفرج على الفيلم اللي معروض على الفيديو اللي احنا جايبينه على الانترنت، وبعدين نختار الفيلم ده ونشوف بعد الفيلم نقيمه. ايه رأيك في الفيلم؟ يبقى احنا عملنا سينما عائلية، قدرنا نعملها ببروجيكتور ولابتوب، وفي بيوت كتيرة فيها الكلام ده. طب احنا على قد حالنا ما عندناش غير تلفزيون، يبقى تلفزيون وسينما، وعملنا كراسي وفشار وحاجات زي كده. ده بديل، تدينا ساعتين من المتعة. انا قاعد على كرسي واحد اتنين، واحد يعمل نفسه بتاع سينما معاه نور ويقعدنا، والولاد تبقى مبسوطة رحنا السينما النهاردة. طيب يبقى واحد مشاركات، اتنين افلام، تلاتة العاب. عندنا بقى كتير جدا من الالعاب، والالعاب اللي هقولها النهارده تنفع في البيت وتنفع نشاطات في الكنيسه او في المؤتمرات. اول حاجه مسرح العرايس. ده مشهور جدا على فكره، العمر ما بيقدم. زي ما انتم شايفين الصوره اللي فوق كده، العرايس اللي فوق دي اللي موجوده على الشمال فوق جنب كلمه العاب، عرايس بتتباع في المحلات وعلى فكره رخيصه جدا بجنيهات. ويمكن الواحد فينا كتير لما بيسافر بره بيلاقي الحاجات دي بملاليم، يعني العروسه ما بتكملش 6 7 جنيه بره. ما اعرفش مصر بتعمل في كام، بس سهله جدا وبقى فيها انواع وموديلات. لو ما فيش عروسه ممكن نقعد في البيت حته قماشه تتفصل على قد الايد ونرسم على القماشه دي عينتين وبق وشعر، بقت بنت، شنب يبقى راجل، وش صغير يبقى ولد. لكن العقل لا ينضب. انما انا شفت في مسارح عرايس كتيره جدا الاولاد بيشتروا اشكال حيوانات وفيل وقطه واسد وراجل وست واراجوز، ويعملوا عروسه، يجيبوا ملايه وحد يطلع من ورا الملايه، يعلقوها كده بفتلتين حاجات ببلاش يعني، ويطلع من ورا الملايه ويلعب دور عروس وعريس، او قطه وكلب، او يعملوا حاجه مسرح عرايس. نختار قصه وننظمها يعني، تمام. حاجة تانية من الحاجات اللطيفة جدا ان احنا نعمل جزء من فيلم، نعمله تمثيل. الحاجات اللطيفة برضو الثامن، ايه نعمل ايه مثلا؟ هنعمل جزء من تمثيلية مثلا شفاء المسيح للمقعد اللي بقاله 38 سنة. يبقى انا عندي ابني وبنتي، واحد هيعمل دور المقعد ينام على الارض ويعمل دور المقعد، يقروا القصة كويس في يوحنا 5، واحد يعمل دور المسيح، وبعدين واحد يعدي عليه يقول له أتريد أن تبرأ، فيقول له من ليس لي أحد يلقيني في البئرة، يقول له قم احمل سريرك وامشي، يشيل السرير ويمشي. 10 دقايق كده تبقى لطيف، تمثيلية عن الصلب والقيامة، حتة عصاية تتحط على كتفه، شال العصاية وواحد ماشي وراه ماسك حتة قماشة بيضربوا بيها كرباك، ويبتدي يعمل تمثيلية الصلب والقيامة، وينام ويقوم والمسيح قام، ونروح عاملين تمثيلية. قضينا جزء منه ترفيهي، وفي نفس الوقت نمينا إدراكهم، سواء الإدراك الطفولي اللطيف أو الإدراك التمثيلي الطبي الكتابي يعني. إيه كمان تاني؟ ألواح الورق والتلوين، الحيطة من حيطان البيت، ونجيب فرخ كرتون بجنيه ونص ولا باتنين جنيه من المكتبة، وشوية ألوان قديمة مركنة عندنا. أي بيت لو دخلت هتلاقي فيه كمية ألوان مركنة ومتاكلة ومتعضعضة ومعمولة سندوتشات عادي جدا. الألوان دي ما تترميش، تتعمل في بوكس صغير، وكل واحد يمسك جزء من اللوحة يرسم عليها اللي هو عاوزه، ونتفق اللوحة الجميلة نعدل فيها، ومفيش مانع إن احنا تبقى اللوحة دي لوحة ذكريات وكل أسبوع نغيرها يعني. ايه كمان تاني من ضمن الالعاب؟ العاب البازلز، اللي هي قطع الورق اللي بنركبها مع بعض، دي بتتباع برضو في المحلات وسهلة جدا. نشتري شكل
والبازل دي بتبقى من اول 4 5 حتت لغايه 200 300 حته، وبيبقى الشكل مرسوم من بره على الكرتونه ونقعد نركبها، وهم ممكن الاخوات يتعاونوا في تركيبها، وحاجه سهله جدا على فكره وبسيطه خالص. في بازلز مسيحيه، صور للمسيح للعذراء للقديسين لماري جرجس للملاك، وتتركب، وعملنا نص ساعه من الابداع وعملناها، وبعدين اتصورنا وخدنا سيلفي ونزلناها، عملناها حاجه لطيفه، صوره محتفظين بيها للتاريخ يعني. صوره كمان قدامكم اهي، المكعبات، ادي صوره المكعبات. نقضي على فكرة المكعبات اللي انتوا شايفينها دي اللي على اليمين، الكمية الفظيعة دي مش تترمي كده قدام الولاد، ده ممكن بالمكعبات دي نتحدى ذهن الولد يعمل أي حاجة من المكعبات، ممكن يعمل بشوية المكعبات دي عربية، بيت، طيارة، عروسة، راجل، ونعملها ونقعد قدام بعض نوري بعض اللي اتعمل ده ونتصور، وبعدين نهدها ونعمل تاني، تاخد مننا نص ساعة شغل جميل جدا جدا جدا. وممكن بالمكعبات دي نلضمها في مسرح العرايس اللي قلناه في الأول، يعمل بيها عروسة يشتغل بيها، يبقى اسمها ايه، شامبو وبلسم، يعني مكعبات ومسرح عرايس يعني. ايه كمان تاني، لعبة كمان اسمها لعبة عروسة، اظنكم انتوا عارفينها. لعبة عروسة دي لعبة قديمة جدا جدا جدا، انه ايه، بنلعب، بنختار اي حاجة في الشقة، وكل واحد يوصف الحاجة دي والتاني يحاول يستنتجها. يعني مثلا حاجة لونها أحمر، أقول له عروستي، بتتاكل، أقول له عروستي، بتتقطع على السلطة بقت طماطم، فاهم الفكرة؟ يعني أدي الطريقة. حاجة لونها أخضر، بتتاكل، تتقطع على السلطة بقت إيه؟ بقت خيار، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في الآخر تاكلوا الطبق مع بعض. يعني قصدي بابا بقى يبقى فاني شويه وماما تبقى لطيفه شويه، ان احنا نعمل اللعبه ونقعد نلعبها، واختار بقى في الشقه حاجه مربعه، حاجه مدوره، ترابيزه، ونقول الترابيزه دي حاجه ب4 رجلين، حاجه لونها بني، حواليها 4 كراسي، تبقى سفره، ونقعد بقى نالف. او ممكن الموضوع يزيد قوي بقى، نوصف حد من العيله، طويل، قصير، بشعر، من غير شعر، شعر اصفر، شعر اخضر، شعر احمر، دمه خفيف، بيزعل بسرعه، بيتقمص، ونقعد نجيب الاشخاص دول في العيله. نقطة كمان، تقليد أصوات الحيوانات، إنه حد من الأولاد يقلد صوت وإحنا نخمن مين الصوت اللي قدام. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة أنا عمال أعمل إيه؟ عمال أرمي لكم أفكار لتقليد لحاجات تتعمل جوه البيت، بحيث إنه مع الوقت الولاد ينشغلوا، بدل ما يقعدوا طول الوقت دماغنا دي، سوري، عفوا، مصدية، ما عندناش غير الموبايل وحاجة قلت لكم عليها المرة اسمها الكيوينج، طول النهار عمال ننزل من فكرة لفكرة لفكرة. أنا ممكن أشغل، وعلى فكرة الكلام ده ينفع للكبار حتى، يعني إحنا في المؤتمرات اللي بنطلعها واللي بتشرف ان اطلع فيها، انا بشارك في الكلام ده بس على مستوى اكبر شويه، بنقول فوازير، وبنقول يعني اسئله في الكتاب المقدس، وبنقضي حفله سمر لطيفه فيهاش موبايلات خالص يعني. ايه كمان تاني، لعب على الرمل زي ما انتم شايفين المنظر اللي قدامي، لان احنا نجيب طبق مليان رمل من اي حته في نبقى جايبينه معانا من المصيف، او حتى بيتباع على فكره، شويه رمل صغيرين يتحطوا في طبق كبير، وبعدين نرسم او نحرك صوابعنا على الرمل زي حرف الايه اللي انتوا شايفينه ده. ممكن جدا الطبق ده سهل قوي، نرسم ونغير ونرسم تاني ونحط حروف ونرسم بس يبقى طبق طويل شويه عشان نقدر نغير الرسمه زي ما احنا عايزين، وممكن الكلام ده يفكرنا بجو المصيف يعني. حاجه كمان برضو لطيفه اسمها فصل الحاجات، شايفين المنظر اللي على التلفزيون دلوقتي، الاشياء اللي هي زي الايه، البقول، ادي الوان البقول، الفاصوليا، اللوبيا، العدس، الرز، تمام. ممكن نعمل ايه، نجيبهم مع بعض، شويه مكرونه على عدس على رز على بتاع، نحطهم في طبق ونديله وقت نفصل المكونات، بس طبعا هاتوا حاجات كبيره يعني، بلاش رز مثلا صغير، يبقى رز كبير ابو البسماتي ده مثلا، او مكرونه، هاتوا المكرونه الطويله، والولد يتعلم بصوابعه يفصل الاثنين ويعمل بينهم حاجز. لعبه جميله جدا، وعلى فكره كمان اللعبه دي احيانا بنمارسها ان احنا نعلم الاولاد الصوت. يعني بعد ما نخلص تجيب حضرتك كانت حاجه ساقعه، كان تشربها، مش مهم تشربها يعني، او تكون ما ترميهاش يعني بعد ما شربتها، وفي الخرم اللي فوق تحط شوية عدس، وتمسك الكنة ترجها هتسمع صوت، فضي العدس وحط مكرونة ترجها تسمع صوت تاني، فضي المكرونة حط اللوبيا ترجها تسمع صوت تالت، فضي ده حط ميه تسمع صوت رابع. وممكن بعد كده تعملوا لعبة بالولاد انك انت تجيب 3 4 كرات حاجة ساعة ما ترميهمش، وتعمل الحاجات دي وتخمن، تقول له ده ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه، تبقى تعمل نوع من انواع تنمية المهارات بتاعت السمع والانتباه والتحصيل. كمان نقطة،
صلصال، ادي لعبة كمان، ادي لعبة الصلصال، ده اسمه الصلصال المنزلي. على فكرة الصلصال ده بيتباع وممكن انت تعمله في البيت. ادي المقادير، اقول لكم بقى ان شاء الله اعلمكم شوية طبيخ، ما ده اللي كان فاضل لي في الحلقة دي، ان انا اعلمكم طبيخ جنب الطب يعني، هي ناقصة. المهم يعني تجيب شوية دقيق على شوية ملح على زيت على الوان، تعملوا شوية الصلصال اللي قدامكم ده. لو انت ما عندكيش المقادير دي، بس طبعا انا مش عارف بالظبط تحطي ايه على ايه، انما يعني لو دخلت على النت ماما ممكن تعملي، ان انا عارف الامهات يعملوا اي حاجه في الدنيا، شويه عجينه كده تتعمل وشويه الوان تترش، وممكن الوان الصناعيه اللي موجوده يعني، تعمل شويه صلصال، وبالصلصال اعملي اللي انت عاوزاه بقى. مش عاوزه تكلفي نفسك، او مش عاوزه قصدي تتعبي نفسك، روحي اشتري جاهز، وبالصلصال تعمل 100 حاجه، اشكال والوان وعرايس، وتبقى لعبة لطيفة بتنمي حتى في الولاد الصغيرين عضلاتهم وأعصابهم، إنهم يعرفوا يتحكموا في إيديهم يعني، مع طبعا ماما اللي بتضحك وبابا اللي بيضحك بحاجة دمها خفيف جدا. إيه كمان تاني حاجة لطيفة اسمها مخيم الصالة. إيه مخيم الصالة دي؟ مرة في الأسبوع تطلعوا مرتبة من الأوضة وتحطوها في الصالة وتناموا كلكم مع بعض. إيه الهدف من كده؟ إن الولد اللي بيتعلم لسه ينام لوحده بيخاف، يبقى عارف ان في يوم في الاسبوع ينام جنب بابا وماما. فدي بتنفع من وقت للتاني، او مش لازم تبقى ليلة، ممكن يبقى جزء من اليوم، ومنها المرتبة نلعب شوية ونتنطط، وبعد كده نرجع نرجع المرتبة تاني. فاهمين الفكرة؟ يبقى الولاد زي ما انتم شايفين المنظر ده، قاعدين جنب بعض وقاعدين جنب ماما وبيلعبوا على الارض. وعلى فكرة من ضمن الفوائد انها بتقوي عضلات الظهر. المرتبة لما بتبقى على سرير بتقوص شوية، لكن لما بتبقى على الأرض بتبقى مفرودة. وأنتوا عارفين حتى الناس عندهم انزلاق غضروفي بنقول لهم ناموا على مراتب، لكن بغض النظر عن الفايدة الطبية، في فايدة نفسية، إن إحنا كلنا بنبقى جنب بعض وبنتلم وبنتدفى وبنلعب. وممكن بس أوعى حد يقول لي حط المرتبة وألعب على الموبايل يعني، عشان بس مش عاوز إيه زكاوة على بالليل يعني. أنا بقول كل ده بديل للموبايل، مش هيحط مرتبة وألعب على الموبايل. كمان فكرة اسمها فكرة الخيمة، برضو المنظر قدامنا أهو، دي برضو ممكن تتعمل في الصالة عندنا. أنا مش بتكلم خيمة تشتروا، هي على فكرة بتتباع، بس لو مش عاوزة تبيعيها ممكن سهلة جدا تجيبي كرسيين وكوفرت كبيرة كده، وتحت الخيمة الأولاد يقعدوا، واخد بالك إزاي، ويقعد يلعب فيها ويلعب مع اللي جنبه. على فكرة بتبقى فيري يعني فاني، حاجة لطيفة جدا، وينوروا بأنوار ويطلع بره ويخش يزحف جواها، بتديهم إحساس الإيه الكامبينج كده، ان احنا عاملين كامب. مش لازم تشتريها، بقول تاني كوفرتا وكرسيين يعني. كمان لعبة لطيفة اسمها لعبة التمثيل. تمثيل بمعالم الوش، انه حد من الولاد ياخد دور معين بوشه، يكشر يغضب يضحك، انا اوشوش في ودن ابني واخلي ابني التاني يبص عليه ويستنتج، او انا اقول له ادي ورقة اقرا الورقه دي وانا هحاول استنتج الوش بتاعك. وعندك بقى 100 وش، اللي بيضحك واللي مكشر واللي زعلان واللي غضبان واللي حيران واللي قلقان واللي بيفكر. ايه كمان تاني؟ لعبه اسمها لعبه المطعم، بمعنى انه ايه، ماما هتعمل النهارده اوردر اكل، فماما هتطبخ في البيت، فواحد هيعمل جرسون، واحد هيشيل فوطه، واحد هيطلع المعالق والشوك والسكاكين، واحد هيقدم لنا الاطباق كاننا في مطعم يعني، فهو بيخدم على البيت. حاجه لطيفه جدا ان الولد يطلع ويتعلم الغرف، طبعا عارف هيغرف في الارض، معلش هنتغاضى عن النقطه دي، ماما تقف جنبه وتعلمه يطلع الاكل، وهو الجرسون وهو الشيف، وهو تطلب ايه يا بابا، تطلب ايه يا ماما، يقوم بالدور ده يعني. هقول كمان حاجه عشان الوقت، من يعني ممكن اقعد طول الليل اتكلم في البدايل يعني. لعبة اسمها هيحصل ايه، بتنفع للأولاد لغاية سن ابتدائي. يعني مثال، هنعمل ايه لو صحينا من النوم لقينا في البيت قطة ونرد؟ طبعا خلي بالك لو ابنك بيترعب من القطط ده سؤال مش لطيف يعني، لكن هنعمل ايه لو صحينا لقينا في البيت قطة؟ ده ينفع لعيال بتحب القطط. أو ايه رأيك لو في يوم من الأيام صحينا لقينا إن السماء بتمطر لبن، أو بتمطر رز بلبن؟ او هنعمل ايه لو صحينا في يوم من الايام لقينا بابا وماما، او بابا يعني بيتصل بينا في التليفون بيقول لو سمحت يا ولاد تعالوا ساعدوني انا في حتة بعيدة، هنتصرف ازاي؟ هناخد تاكس ولا نطلب اوبر ولا نكلمه في التليفون؟ هنحل المشكلة ازاي؟ يعني احنا بنحط لهم افتراض لحاجة تضحك او افتراض لمشكلة تتحل يعني. لاحظتوا حاجة؟ ان انا اديت بدائل كتيرة، طبعا عندي عشرات البدائل الاخرى، لكن العقل لا ينضب من التفكير. تقدروا بقى بناء على القصة دي
تعملوا عشرات البدائل للموبايل. لكن قبل ما اختم لو سمحتوا عشان خاطر ربنا اهتموا قوي بولادكم عشان نكفيهم شر التعرض لهذا الأمر الغلط، وفي نفس الوقت نقربهم مننا ونقربهم من ربنا، وربنا يفرح قلوبكم. وأتمنى نكون غطينا جزء كبير جدا من الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. ودلوقتي بقى نفتح التليفونات عشان نستقبل تليفونات حضراتكم. جه الوقت دلوقتي عشان التليفونات تيجي، وبلا ما التليفون يجي يا جماعة التليفونات تبتدي تهل علينا. يعني كويس عندي برضو دقيقة او دقيقتين اقول كام لعبة كمان يعني لغاية لما اول تليفون يشرفنا يعني. لعبة كمان من الحاجات اللطيفة اللي بتتعمل بنلعبها اسمها لعبة المايك. ايه لعبة المايك دي؟ على فكرة ممكن تشتري مايك صغير جدا جدا. المايكات دلوقتي في مايكات بتبقى ب 10 جنيه ب 15 جنيه، وفي مايكات لعبة يعني مش حاجة بروفيشنال، يعني مايك بروفيشنال ده غالي قوي، ويتوصل بسلك لسماعة التلفزيون او اي سماعة في اللابتوب، بقى معايا موبايل ونلعب لعبة الموبايل بقى، ان الولد يطلع يقول لنا حكاية بالموبايل. طبعا انت لما بتسمع صوتك بتنبسط، او تقول ترنيمة او تقول لحن او تبعت رسالة لبابا او لماما، بيسموها لعبة المايك. المايك معاك قول لنا الموضوع، او تعمل حوار جوه البيت، تجهز مجموعة من الأسئلة وتبقى انت المذيع، وتقعد مع بابا وماما تتكلم، ايه رأيك يا بابا، ايه رأيك يا ماما، نتكلم في الموضوع ده. كمان برضو لعبة اسمها لعبة كمل الحكاية أو كمل الحدوتة. مثال، هحكي لابني قصة وأقول له كملها. كان مرة واحد ماشي وفجأة، وأسيب الطفل يفكر إيه فجأة بقى؟ فجأة وقع، فجأة تعب، فجأة جاع، فجأة سرح، فجأة نسي عنوان البيت، فجأة. ولو هو ما قالهاش أنا ألحقه، طب نسي عنوان البيت يعمل إيه؟ دي بتعمل ايه؟ بتخلي دماغه تفكر حاجة بيسموها ماذا لو، وات اف، ماذا لو حدث الحدثة الفلانية يعني. طيب يعني استأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، ابقوا معنا. اطمن لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول، واللي خاف ليه متشال في عينيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده الهك حي ما بينامش، مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، حي ما بينامش، مالهش حدود. يا سلام يا هلاك، طول ما غوياك وإيدي سندك وعليك بيسود، خليه مسؤول الفرح يعود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، ملوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه،
مسنود تهدي أسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شب أسود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إله حي ما بينامش مالوش حدود ما تقولش الغم وما تخافش ربنا موجود لا إله حي ما بينامش مالوش حدود لو ماسك فيه ومسلم لي أمرك وعليه على طول مسنود تهدم أسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شوف أسود ربنا موجود ما تعولش الهم ما تخافش ربنا موجود لا إلهك حي ما بينمشي ما لهش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إلهك حي ما بينمشي ما لهش حدود ربنا موجود أحبائي أعزائي المشاهدين عفوا للخطأ البسيط اللي حصل التقني إن التليفونات ما كانتش متواصلة معانا ورجعنا لكم على الهواء معانا أول تليفون مين؟ معانا بنت الرب من هنا بنت ألو ألو معاك اتفضلي أنت على الهواء يا بنت الرب معانا أهلا إزيك يا دكتور مجدي إزيك إيه عامل حضرتك؟ أنا الحمد لله كويس يا رب يخليك انا من جاي ثلاث بنات ولدتهم طبيعي وجبت ولدي ولدته قيصري انت عندك بعد الولاد انا على طول في رئيس الدوله على سن 35 سنه بطني اشتغلت انتفاع حضون رحت كشفت عندي ثلاث دكاتره الثلاث اثنين قالوا لي عندي اكتئاب والثاني قال لي جرثومه في المعده المسببه انتفاخ البطن كويس المغص على طول شغال بس اشتغل ما اقوم من النوم على طول المغص يشتغل لو انا في النهار عادي طبيعيه شغال مش مغص مجرد بس اقوم من النوم المغص يشتغل مغص صعب خالص عملتي تحليل انت عملتي تحليل الجرثومه بتاعت المعده عملت تحليل جرثومه معده وعملت اشعه مقطعيه واخدت برشام مضاد حيوي 4000 في اليوم 4000 ايه ما نفعش 4000 يوم في اليوم الواحد 4000 في اليوم الواحد؟ في اليوم الواحد ادهون الدكتور طيب مضاد حيوي 2000 الصبح 2000 بالليل طيب وانت جرثومه المعده حللتيها تاني بعد الدور بتاعك ولا لسه؟ لا انا حللتها من مده شهر يعني طيب هو علاج الجرثومه بياخد تقريبا من شهر ونص لشهرين لازم تستني شويه انا اخذت لمده شهر قال الدكتور خليك على مستوى شهريا وانت تاخديها ايوه أخذتها. وبعد ما فصلت ما هي هو نفس الالم ونفس الانتفاع طيب احنا صبرا يا حبيبتي احنا محتاجين نحلل تاني جرثومه المعده ونعمل تحليل براز ومنظار الحاجتين دول مهمين شويه لازم دكتور جهاز هضمي يشوفك يا ماما ما رحت الجهاز هضمي وعملت الاشعه مقطعيه وعملت تحليل بجميع انواع التحاليل كلها دم وبراز ودم طلعت طبيعيه ما حدش قال لي حاجه طيب لو لسه الالم عندك موجود عدي على دكتور اعصاب وارد يكون عندك حاجه اسمها قولون عصبي يعني لما بطني على طول في انتفاخ اكني حامل وحياتك سمعتك يا بابا ان شاء الله ما تبقيش حامل كفايه عليك اللي فاتوا يعني كده المره دي ما فيش ثاني كده تولدي هوا بقى ان شاء الله بس كفايه كده كفايه كده عيالي يا حبيبتي الله يبارك لك ويخليهم لك نركز بقى في القولون تروحي لدكتور ممكن يكون عندك حاجه اسمها قولون عصبي دي محتاجه دكتور اعصاب تزوري دكتور الاعصاب ان شاء الله تتحسن الامور عندك حبيبتي
ماشي يا دكتور، سلامتك، ألف سلامة، وسلمي على بتوع هنا كلهم واحد نفر نفر. ماشي يوصل الدكتور يا رب ألف يخليك. سلامة حبيبتي. معنا ابن الرب، انا جاي النهارده بقوه، ابن الرب من هنا. ازيك يا ابن الو، الرب؟ مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ مساء النور يا غالي. ازي حضرتك، عامل ايه؟ انا بخير الحمد لله. حضرتك كنت بعاني من صداع مستمر لمده 10 ايام، وبعد الصداع المستمر ده رحت كشفت عند دكتور مخ واعصاب هنا، صرف لي ادويه غلط مش تبع الحاله اللي انا فيها، فدخلت على النت فعرفت الاعراض اللي انا بعاني منها، اللي هي خلف الراس حرقان شديد مع الم، ده عباره عن التهاب في العصب الكذالي بس، سامع؟ فاخدت برشام باسط العضلات وكده، ليه دلوقتي 5 ايام في تحسن بس لسه الحرقان موجود والالم بتاعه موجود. انت خدت من نفسك علاج من غير الدكتور؟ مع الدكتور اللي انا رحت كشفت عنده اداني ادويه غلط، لا ما انا اداني سمعتك، لا لا انا حياه سمعتك، سيوله الدم وحياه لا لا ما تعيدش، روماتيزم ورطوبه وكده، يعني ما تعيدش وشم الكلام تاني. المعده. لا ثواني حبيبي، ما تعيدش الكلام، انا وصلتني الرساله. انت الدواء اللي انت خدته بسط العضلات خدته من نفسك من غير دكتور؟ خدته من نفسي. يعني انت بتقطع علينا؟ لا لا، ما انا اخدته لما دخلت على النت عرفت لا ان الحاله دي ما بتتاخد لها ينفعش، برشام ما بسط ينفعش عضلات يا حبيبي تخش على وبتاخد النت. لها برشام ايبوبروفين مثلا. تستنى يا غالي عليا، حبيبي الغالي، ما ينفعش تخش على النت تاخد دواء كده غلط، ده مش طب كده. يعني احنا هنسامحك في ال5 ايام دول عشان القعده الحلوه دي، لكن اكتر من كده تتعب بالبراشيم البسطه للعضلات دي، ليها مشاكل، هتلاقي نفسك تعبت وجسمك ساب والنوم اضطرب. لا انت يعني حكايه ان انا اخش على النت، طب انا كده اخش على النت وابني عماره بقى، واخش على النت واعمل فاصوليا، يعني اي ما حد بقى. انا لما جيت الادويه غلط بتاعت الدكتوره لا قالها ما لي معلش خلاص، احنا فهمنا، هنتعبك بس في حاجه، زي ما انت كده بنفس الحاله اللي انت فيها والدواء، تروح تزور دكتور مخ واعصاب تاني، حتى لو انت زعلان من الاولاني معلش، ممكن يكون هو كتب لك حاجه من وجهه نظره مفيده لكن انت ما ارتحتش. لو مش عاوز ترجع له او عاوز ترجع له، تقول له انا ارتحت على الدواء ده وما ارتحتش على ده، عشان اي دواء في الدنيا له جرعه وله مده وله طريقه، وطريقه اخذ، طريقه اخده بيها وطريقه اسحبه بيها، لكن ما تكملش على الوضع ده لو سمحت. هي يعني مش قادر اقول لك اللي عملته صح، بس مش قادر اغلطك، يعني انا يعني متعاطف معاك انسانيا ويعني ضميريا، لكن خايف عليك هو انك انت تمشي كلفني كده. اشاعات وكلفني عيادات على الفاضي مش تبع الحاله اللي انا فيها خالص. ما انا عارف، خلاص فهمتك حبيبي، يعني انا خلاص كمل على اللي انت فيه، بس تعبك تروح للدكتور يظبط لك حتى الدواء اللي انت خدته، عشان يعني نقدر نديك المده والجرعه المطلوبه، يعني لان الحاجات دي كمان ما بتتاخدش لوحدها، علاج الصداع ده اصله له برنامج كده علاجي هو فعلا معين. كده يعتبر ده العصب الكذالي اللي هو في خلف الراس ويسبب حرقان والم وكده، انت نظام عامل زي دائره كده. ما انا بقول لك انت هتقطع علينا بعد شويه غالبا يعني. ربنا معاك وسلامتك، لا بس لا اعمل ابدا ابدا. الكلمه، اعمل الكلمتين دول، ولو فاضي تعالى شغلك معايا. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا ربنا معاك يخليك. يا غالي، تحت امرك، تحت امرك. مارينا من سوهاج، ازيك يا سوهاج؟ رجعت تاني سوهاج، حبايبي بتوع سوهاج، ازيك يا ازيك مارينا؟ يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. اهلا بك يا دكتور. معلش انا كنت في سؤال كده، انا لما بصحى من النوم بحس، يعني من اول ما بصحى بحس بدوخة وكأني مش متزنة، كأن الارض بتهتز بيا من تحتيا، كأني راكبة مواصلة، راكبة قطر، مع بيجيلي صداع من ورا ودني يعني عند المخيخ كده، انت ومع كل حركة رقبة زي ثواني بتجيلي دوخة بالصداع ده. ثواني، انت دمك خفيف، جبت منين المخيخ ده اللي ورا ودنك؟ كان المخيخ ورا ودنك امتى ده؟ أمال ايه؟ انت دمك خفيف يا مارينا، الله يبارك لك. يا صدقني رب يخليك يا دكتور. لا انت عارف بقى الحتة اللي في المخ دي اللي عارفها، من ورا صدقني الودن عارفها او كويس، اللي احنا بننام عليها دي. صدقني بحاول اعرفها، ان شاء الله اعرفها معاك ان شاء الله لما نخلص الحلقه، طيب اقول لك هي فين. يا بس دكتور، فلما انا ضحكتيني، بحرك ضحكتيني، رقبتي استني مش عارفه ليه بدوخ خليكي معايا وبيجيلي حبيبتي، الصداع ده. خلاص وصل، استنارت المحكمة، هرد عليك حبيبتي. انت عندك احتمال من 3، يا اما ضغطك واطي واستأذنك تقيسي الضغط بعد اذنك نطمن انه ما بيوطاش، انت قستيه قبل كده؟ انا قلت كان مظبوط، كان 120 على 80. معلش نقيسه تاني بعد اذنك، لانه ممكن اوكي ضغطك يبقى بيوطى ويعلى يعني،
120 80 لو الضغط استي 3 مرات ورا بعض بين كل مرة والتانية يومين ثلاثة وطبيعي خلاص يبقى مش واطي. لكن في ناس ضغطها بيوطى أول ما تصحى من النوم يعني. احتمال التاني تبقى الدورة الدموية بتاعت المخ عايزة تتظبط شوية عند الدكتور، ممكن يكون دورة دموية للأذن الداخلية محتاجة تظبيط، ممكن تكون رقبتك. يعني الأذن الوسطى قصدي حضرتك يعني؟ اه لا هي بنسميها الداخليه عشان خاطر خلايا الداخليه، سيبك من المخيخ والوسطى والكلام بتاعك ده الله يبارك لك، عشان طيب ايه اوكي سيبنا الطب الله يبارك لك. ماشي. بتعملي ملوخيه؟ طبعا خليكي بقى في الملوخيه وسيبي لي الطب الله يبارك لك وحياتك، ماشي عشان حاضر. انا عارف كل واحد حط بقه في الموضوع بتاعي وبيفتي لي، بس انا مقدر مشاعرك واندفاعك في العواطف اللي انت فيها، بس ده اسمها الدفس. ماشي يا دكتور حاضر. بضحك معاك يا مارين عشان ما اطنقتش طبعا بالليل، بس اكيد عشان اكيد. لا يا دكتور عيد، بالليل بطنقت بس من الاسئله شويه. لا لا معلش. الحاجه الثالثه احتمال تبقى رقبتك يا مارينا، لو رقبتك فيها وجع او الم او الم مسمع في كتافك، في حاجه كده؟ على فكرة فعلا يا دكتور، انا رقبتي بتوجعني ايوه ورحت كمان الدكتور عظام ورحت ايوه عملت انا رنين على ثانيه واحده بس شوية استني المسؤولين، عليا طلع ان انا العضلات بتاعتي ضعيفة، شكرا، بس عضلات كده الرقبة. انا كنت معاكي في حكايه رقبتك ولا احنا لسه مقابلين بعض من دقيقتين؟ لا فعلا هي ضعيف. رقبتك بقى، احنا جبنا التايهه دي رقبتك، لان غالبا مخدتك مش حلوه يا مارينا. لا ابدا صدقني يا دكتور، انا بنام يعني على مخدة واحدة بس وفايبر ما صدقني. تخليكي معايا يا حبيبتي الله يبارك لك، بالفايبر والمخيخ والداخليه بتاعتك، اسمعيني ماشي انا جاي حاضر. اريحك الليله صدقيني، انا ممكن بعد سؤالك اقفل وامشي بس اريحك. المخده يا مارينا مريحه، مش معناها فايبر، مريحه يعني ايه؟ يعني لما تيجي تنامي عليها وانت نايمه على ظهرك لازم راسك وكتافك يبقوا متساويين، ولو نمتي على جنبك رقبتك لا تعوج يمين ولا تعوج شمال، لازم المسافه دي تبقى 90. شوفي المخده عاليه ولا واطيه، اطمني بس. لان واحد مرات وهو نايم رقبته تعوج شويه لتحت. فلو الرقبه عوجت تقعدي طول الليل رقبتك معوجه تقومي دايخه، الدوره الدمويه ما توصلش كويس للمخ والمخيخ عشان خاطر القعده الحلوه دي. معايا؟ يبقى تعملي ايه بقى؟ تعملي ايه بقى؟ هقول لك على حاجتين تعمليهم. اول حاجه لما تيجي تنامي على جنبك اظبطي المسافه بين راسك وكتفك بشويه بشاكير، تعلي المخده يعني هسوه حته صغننه كده عشان رقبتك تبقى مظبوطه، لا تبقى عاليه ولا تبقى واطيه. مرات المخده مش احنا ما حدش فينا بيقيس مخدات، انت بتشتري وتحطيه على السرير. مقاس المخدة ده أصعب حاجة، المفروض إن بره في ناس الدكاترة العلاج الطبيعي بيظبطوا لك المخدة على قد كتفك وراسك، المسافة دي مش ممكن تتظبط من المحل. فبنعمل إيه بقى؟ لو لقيتي المخدة واطية حطي بشكير بين راسك وبين المخدة عشان راسك تتظبط، دي نمرة واحد. نمرة اتنين تعملي تمارين على رقبتك، أقول لك تعملي إيه بقى؟ شايفاني على التلفزيون؟ سامعاني من التليفون؟ ما انا سامعك يا دكتور، انا في التليفون، انا بعد خالص عن التليفزيون. حلو قوي، هتحطي ايدك ورا ظهرك ورا راسك كده وتعملي قوة ومقاومة، تزقي راسك لورا وايدك لقدام عشان تقوي عضلات رقبتك، وتعدي 10 وتفكي ايدك. لما تعيدي الحلقة هتلاقيني عاملها بايديا، ايدك ورا راسك كده تزقي قوة ومقاومة وتعدي 10 وتفكي ايدك، وتكرري التمرين ده مرتين الصبح ومرتين بالليل، هتبقي كويسة جدا إن شاء الله. يعني دي يا دكتور، يعني دي تمارين لتقوية عضلات الرقبة. تقوية عضلات الرقبة بالظبط كده. أيوه طيب يا دكتور معلش، طب أنا الدكتور كان كاتب لي على برشام اسمه ام اس ام، ده كويس كويس؟ كويس اه. بس مدة طيب وجرعة مع الدكتور، مش زي بتاع النت اللي دخل عليا من شوية ودخل على النت وعالج نفسه. لا لا لا، مع أنا الدكتور. بتابع مع دكاترة وزي ما بيقولوا لي أنا بعمل. الله معاك يا مارينا، سلامتك، ألف ألف سلامة. معانا كريستين أسيوط معانا، ازيك يا كريستين؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيكي. كنت عايزة أخد رأي حضرتك في حاجة. اتفضلي. أنا عندي 3 ولاد. أيوه. من فترة البنت الكبيرة، إحنا هي حاليا عندها 7 سنين، من وهي 3 سنين كان بيحصلها أدوار سخونة كده بسيطة، فالدكتور قال لنا ممكن نعمل تحليل بول وصورة دم نطمن عليها، فلقينا بروتين بلس 2 في البول. سامعك. حولنا على دكتور مسالك بوليه، فضلنا نعمل شويه تحاليل وحاجات كده، فلقيت كله نورمال. هو كان شاكك انه تكون حاجه كده زي النفرتك او الكلام ده. تمام. فضلنا نمشي كل فتره نعمل تحاليل، بعد كده قال لنا خلاص انا مش شايف ان في حاجه فيها مشكله، بس البروتين العالي بقى نتابعه.
نسينا الموضوع ده فترة، وهي حاليا 7 سنين. احنا من السنة اللي فاتت بنتابع مع حد كده أطفال، فكل شوية نعمل تحاليل، نسحب عين الدم، لقينا نسبة البروتين في الدم نورمال. في غير بس البروتين في البول هو العالي، لما بنعمل ألبومين كرياتين ريشيو بنلاقي نسبة ممكن توصل ل 1070 مثلا. كل التحاليل اللي بعد كده تمام، نسبة البروتين تمام. سوري، عملنا خريطة الدهون، عملنا كل التحاليل اللي كانوا بيطلبوها الدكاترة، كله تمام. هي بس الحتة الوحيدة دي موضوع البروتين، اكتشفنا مؤخرا ان اخواتها الاثنين كمان هم الاثنين بنفس الفكرة. فانا مش عارفة اوصل لحاجة، يعني احنا دكاترة اسيوط مستنيين ان هو يوصل للموضوع النيفروتيك، مش عارفين نوصل لحاجة تانية. بصي بقى اقول لك حاجة، انت محتاجة تروحي لاستشاري كلى مش مسالك بولية. من اللي بتابع معاه هنا كويس دلوقتي، فكره ان موجود بروتينات في البول عشان توصل لمرحله النفروتك لازم تعدي 3.5 جرام في اللتر، والرقم اللي عندك ده غالبا قليل. مش بيوصل لده. طيب الحاجة التانية انه في بعض الولاد بيبقى عندهم زي عامل وراثي بيفوت شوية بروتينات في البول مش نفروتك، يعني مجرد بيفوت بروتين. طالما هو العامل الوراثي ده لو مقفل حضرتك يبقى في الثلاثة، احنا انا وباباهم ولاد خالة. انا بقول اهو، ما هو عشان هما في الثلاثة ده عامل وراثي، مرات بيبقى العامل الوراثي بيبتدي كده ويكمل كده وما يزيدش عن كده، ان هو يبقى فيه حاجة اسمها بروتينوريا، يعني تفويت بروتينات في البول. اذا كان هو كده ومش هيزيد عن كده ومفيش التهابات في الكلى ومفيش كاستس وبروتينات الدم طبيعية وبنتك ماشية طبيعية، يبقى ده العامل الوراثي فقط، وغالبا هيبقى محتاج متابعة مش علاج، إلا إذا عدى رقم النفروتك. إلا إذا عدى رقم النفروتك. طب بالظبط. إحنا طول الفترة اللي فاتت دي هو ما عداش، خلاص مش حلو ممكن جدا. يبقى فيه ضرر قدام على الكلى بالموضوع ده؟ مفيش حد على وجه الكرة الأرضية يقدر يرد على السؤال ده. طب إحنا حد طرح فكرة من الدكاترة اللي إحنا بنروح لهم إنه ممكن نعمل تحليل جينات وراثية، بعد كده تراجع. هو ما يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى ذات دلالة انه يطلب منك تعملي تحاليل متقدمة في الكلى، يعني لكن الجينات الوراثية نعمل بيها ايه؟ بمعنى ايه تحليل متقدمة للكلى؟ يعني في احيانا حاجات بتتعمل بحاجة اسمها راديو ايمينو اساي، بيشوف مستوى الاي جي اي والاي جي جي والاي جي، يعني مستوى البروتينات المتحده يعني بيسموها ايميونو اساي، يعني حاجه للبروتينات المناعيه الموجوده في البول، ده لو دكتور الكلى وافق يعني، او موضوع متقدم قوي لو هو شاكك في حاجه بيعمله عينه من الكلى. غير كده لو لو الموضوع ده مش مستاهل مفيش غير المتابعه، لكن هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعمل اكتر من كده تحاليل الايميونو اساي، يعني اسالي دكتور بتاعك او عينات من الكلى. طيب لو فيها تعب حتى ممكن توصل حضرتك للكنترول، ترشح لنا حد في القاهرة كلى أطفال؟ لا كلى اطفال في القاهره، هو عشان تبقي عارفه بس، اي استاذ امراض كلى بيشتغل كبار واطفال، لانه المرض اللي عندك ده اللي هو بروتينوريا هو ما بيجيش غير في الاطفال، بيبدا عاده في الاطفال، بتاع الكبار نادر قوي، فغالبا اساتذه الكلى الكبار المشاهير طبعا اساتذتنا كلهم، حضرتك ممكن عن طريق كنترول ارشح لك اسم منهم يعني. تمام، اوكي، ميرسي يا عناية دكتور، انا وسلامتها، بعتذر. ألف سلامة. ميرسي يا دكتور. أنتوا قلبتوني بتاع كده دلوقتي. بنت الرب من أمريكا، أهلا وسهلا يا بنت الرب، إزيك؟ ألو؟ ألو؟ اتفضلي يا بنت الرب، أنتي على الهوا، أنا دكتور مجدي معاكي. ازيك يا دكتور؟ أهلا أهلا. حضرتك كان معايا ولد عنده 11 سنة. أيوه. من خلال 15 يوم كده بيلعب مع اصحابه، فصباعه الشمال الصغير وجع له كتف. من خلال 15 يوم؟ يعني من 15 يوم قصدك يعني؟ قاعدين خلال 15 يوم صباعه وجع له كتف، فوديته المستشفى. ايوه. قالوا له انه مكسور بس مش هينفع يتجبس دلوقتي، اديني ميعاد على امبارح على 23. كويس. فرحت اجبسه له، قالوا لي العظم اتفكك من جوه ولازم عمليه. سليم. فرحت امبارح عملوا لي اشعه تاني، قالوا مش هينفع نجبسه، لازم عمليه عشان العظم اتفكك.
ولو ما عملناش العملية دي صباعي يطلع معوج، فلازم نعمل العملية نحمي العظم من البعض. كويس، ده قرار كويس. سؤالك ايه يا ماما؟ سؤالك ايه يا حبيبتي؟ الو، ايه يا دكتور؟ سؤالك ايه يا ماما؟ انا خلاص وصلني السؤال، عايزه تسالي على ايه؟ أنا كنت عايزة مشاركة حضرتك يا دكتور، أنا بتجنن من العملية دي، ممكن أعملها ولا أعمل إيه؟ أنا عايزة رأي حضرتك. ما عندكيش اختيارات تانية يا ماما؟ يعني أعملها إن شاء الله بكرة يا دكتور؟ ما تخافيش، لانه العظم لما يتكسر مره يتجبس يتفتفت لازم عمليه، ملهاش حل، والا صباعه يبقى معوج طول عمره، حرام بقى وهو صغير يطلع كده يعني يلومك طول عمره كده. اعمليها واتكلي على معلش الله، يا دكتور وصلت مش واضح. اعملي العمليه واتكلي على الله وربنا يعفي عنك وعني يا حبيبتي. طب معلش، هو الخط قطع. لو اختنا من امريكا سامعاني، الكسر المفتت لا يتم شفائه الا بعمليه. معنا اسيوط، اهلا وسهلا. الو، مساء الخير يا دكتور، مساء الفل حبيبتي، ازيك؟ منور الشاشه والله. منوره بيكي. لا ده انتوا اللي منورينا، انتوا سبب بركتنا. يا رب يخليك. معلش يا دكتور اتعبت معايا، عندي سؤالين. سؤال عني وسؤال عن ابني. نعم، عندي سؤالين، سؤال عني وسؤال عن ابني. اتفضلي. سؤال عني، انا حامل في 5 شهور، تمام، عندي ضرسين عايزين حشو عصب، هما ايوه. كانوا من الاول بس ما كنتش بحس بألم فيهم. اول ما جه الحمل زاد خالص. الدكتور اللي بتابع عنده بتاع النساء قال لي ممكن يتحشو، ايوه وقال لي عادي روح لدكتور اسنان. رحت لدكتور اسنان قال لي مش هينفع دلوقتي، لازم تقلي في شهور شويه، احسن شهر ليهم السابع. ده كلام وانا صح. مش عارفه اعمل ايه، انا مش قادره استحمل السابع، لا مش عايزه اخلعه. لا، هو لا، ما تخلعيش ضروس، حرام، لو خلعتي ضرس مش هتعرفي تعوضيه. هما على طول عاملين لي صداع ومش بقدر اكل. هو الفكره بس في ان البنج بيمتص يأذي الجنين. انت في الشهر الكام؟ انا في الخامس، مثل انا قلت لو وصلت للسابع هيبقى مش فاضل غير يعتبر شهر ونص، لان انا بولد اول التاسع، فقلت بخلعه بعد الولاده بقى بالمره او احشيه. لا، هو في الشهر السابع مفيش مشكلة، لا، لأن البنج الموضعي يبقى مرة واحدة بس، إنما المسكنات مضرة ليكي، خلي بالك حبيبتي. هو مديني بنادول اكسترا، قال ده لو خدت منه حتى 4 5 حبات في اليوم مش مشكلة. اوعي تعملي كده، ما انا مش بارضه اوعي استحمل تقربي من الصداع. البنادول، اوعي تقربي من البنادول في الحمل دلوقتي، العالم كله بيحذر منه. مش عارف، هو دكتور النسا اللي اداني كده، ما أنا بقول لك دكتور أهو، الاسنان اداني بنادول اكسترا برضه متاكد، لكن هو اوعي اداني غير الاكسترا. اسمعيني كويس حبيبي، اوعي. ولكل السامعين، في نشرة عالمية، دي شغلانتي يعني، معلش ده شغلانتي، ده التخصص ده بتاعنا. طيب دكتور ربنا يخليك، ما انا قلت شهور. اوعي اوعي تاخدي بنادول في فترة الحمل، ثبت انه له علاقة بالتوحد. يعني الامهات اللي خدوا بنادول في فتره الحمل، اللي هي الماده الفعاله، مش البنادول بالذات، الماده اللي هي موجوده فيه، يعني اي دواء زيه اللي فيها ماده اسمها اسيتامينوفين، الماده دي المسكنات بتؤدي الى زياده نسبه التوحد في الاولاد، فتم التحذير منها بقى لنا حوالي 3 سنين بنقول الكلام ده. في ناس ما تعرفش المعلومه، فاستاذنك بلاش. هو دايما يجيب لي صداع في جلد واحد. بصي، ان لو انت هتاخدي حقنة بنج واحدة واحدة بس، ده مش هينفع واحدة بس لأن هما اتنين. لا يعني قصدي لو هي حقنة واحدة مش هتتكرر تاني، ما عندناش مشكلة، يعني أسوأ الفروض. ما أنا كنت عايزة أخلعه عشان كده، لا، لأن الخلع مرة واحدة، لكن الحشو كل على جلسات، المشكلة فكل انك، جلسة. انا فاهم، المشكلة انك انت هتضحي بضرس مش هتعرفي تعوضيه، يعني محدش دلوقتي بيخلع، كله بيدي يعني حاجة حقنة بنج. هو الفكرة كلها انه احنا عاوزين نحافظ على الضرس بتاعك، فيعني اسوأ الفروض اعملي كده، انما ما تاخديش بنادول، خلاص ماشي يا دكتور. وربنا سؤال عن يعافينا. ابني بقى، نعم. ابني عنده 2 سنين و7 شهور، مطلع عيني، مش عارفه بقى ده غيره من الحمل
بس هو من الأول كان كده بس زاد. هو حركته زيادة؟ يعني فوق ما تتصور. طيب بصي، انا عامل حالة عشان ما عيدش تاني الموضوع ده، انا قلته عارفة كتير. دكتور، عارفة طيب. وتابعت حضرتك قبل اه كده. لو كان بس لو كان هو اه انا هقول لك هو بيعمل ايه. اللي يجي اي تليفون جنب الترابيزة يروح يحطه في كوباية مية، اي مروحة جهاز كده يروح رميها يكسرها يحط يعني. التليفون في المية؟ اه لا لا، ربنا يخليه ويخليه لك يا رب، فرحك على بيه. طول يهز راسه كده اه لا، ده كانه الموضوع بيقول لا، لا كده، اقول عنده كهرباء عايزه اقفل لا ده الكهرباء. مش كهرباء، ده الكفري ضارب خالص، الكفر شركة الكهرباء موصلة على مخه على طول. صدقني يا لا دكتور ده انا انا قاعده هنا جوزي مطلع عيني، او انا وجوزي اه ولاد عم ولاد خاله في نفس البيت. ولاد عم ولاد خالة، والواد بيحط التليفون في المية، وانت عايزة تحشي ضرس؟ لا ده الموضوع ده ربنا يكون في عونك بجد. انا استألمت جدا، يعني انا حصلت لي حالة ايه ايه ده، ليه ده كله كده في قعدة واحدة؟ ليه ليه الوجه؟ انا طول عامل لي مشاكل مش عارفه اعمل ايه، لا شقي. لا لا، بصي الواد ده عاوز يتعالج، لا كده نعالجه. انا قلت بصي لبابا كده اه، ان لا الاطفال كلها كده وهو بيغير. طب بصي بقى، انت تجيبي لي الواد واحشي لك ضرسك واظبط لك الواد يا رب والعيلة كلها ان شاء يخليك. الله. طب رايك انت، طيب لا عايز تعالجيه اوديه طبعا، للدكتور اوديه للاخصائي او اقول لك اعمل حاجه، خلي ايه؟ دكتور السنان يحشي ضرس الواد، بلاش انت، ما لو خد بنج هيهدى. لا هاتي لي الواد نعالجه ان شاء الله. طب انا عايزه اوديه للدكتور بس مش عارفه لا قولي اخصائي ايه. هيكون اخصائي ايه يعني، بواسير هيكون لا اخصائي؟ يعني انا وديته الاطفال. لا ده عاوز دكتور اعصاب. دكتور اعصاب، اه دكتور اعصاب. هو هزة راس مش طبيعية على طول لما يتخانق معايا لا ما ولاد احنا عمه او كده. لا لو ما انت بصي بقى يا حبيبتي، انت تجيبي توك توك صغير وتجيبي العيله وتيجي. اه توك توك، حتى بلاش التوك توك، هينزلوا النوع الجديد ده اللي هو بديل التوك توك بقى، تيجي بيه ان شاء الله مع العيله كلها، نمسكه واحد واحد، نظبط لكم تيل امان فرامل ونغير كرنك الموتور ان شاء الله. العفو حبيبتي. بنتك قبل ما انسى، ابنك عاوز يتعالج كده، ما تسيبيهوش يعني. معانا بنت الرب من اسكندريه. اسكندريه معايا؟ اسكندريه معاك. اتفضلي، مين معايا؟ ايوه يا دكتور، اهلا 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 بحضرتك يا دكتور. مين؟ ميرنا من اسكندريه. ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله يا دكتور. انت منين في اسكندريه يا ميرنا؟ انا من العصافرة، من مدينة مريمين المنبرة. مريمين تبع امبا بافلي؟ ايوه الامبا بافلي. وحياتك تسلمي لي عليه. حاضر. انت من مريمين عند بص ابونا دكتور جرجس؟ استني بس، عند ابونا جرجس ولا مين؟ مش انت عند ابونا جرجس؟ عند ابونا جرجس. وتسلمي لي على ابونا جرجس وابونا اليشع، حاضر. وابونا اليشع وابونا برضو، اليشع وابونا مينا. وابونا مينا، تسلمي على الثلاثه الله يبارك لك. حاضر اسلم لك عليهم. عناية. حاضر. وسيدنا الاول طبعا. حاضر. قول يا ستي. عينيا. بصي يا دكتور حضرتك، انا وزني اكتر من 100 وحاجه. يتربوا في عزك. وحضرتك يا دكتور بقوم كتفي وجعاني بقالي يومين، وحاسه بوجع جامد، الم فظيع. ثواني حبيبتي، انت سنك كام سنه؟ انا 25 سنه. طب معلش سؤال، هو الوزن زاد يعني على فترات طويله ولا انت من زمان زياده؟ نعم. يعني انت زدتي من زمان ولا زدتي من قريب؟ لا انا من زمان وانا تخينه، يعني حاولت ان انا اعمل ريجيم ما نفعش معايا خالص. طيب احنا رحنا رحت للدكتور، لدكاتره ريجيم كتير. العيب فين؟ نعم. العيب منين طيب؟ دكاتره الريجيم قالوا لك ايه؟ قالوا لي كتبوا لي على ادويه واخدتهم ونزلت ورجعت تاني، هي دي وراثه من العيله. اه. تمام. لا انت محتاجه دكتور ريجيم شاطر، لان دلوقتي دكاتره الرجيم بيعملوا حاجه اسمها البصمه الجينيه لفقدان الوزن، يعني كل واحد غير التاني يتظبط مع فقدان الوزن، المفروض يوزنك ويشوف نسبه الدهون ونسبه الميه، وفي في حاجات برامج جديده جدا بتنزل كويس خالص، يعني انت ممكن في خلال 6 شهور تنزلي لك 15 20 كيلو. بس يا دكتور حضرتك انا بسهر طول الليل وبنام طول النهار. لا هو شكلك بتاكلي بالليل. بسهر وباكل طول الليل. ما هو حبيبتي يعني اصعب اكله بتاعت بالليل دي ما بتتهضمش. تمام. دي بتتحول لدهون على طول، فانت لازم تشوفي حل في الموضوع ده، لانه انت صغيره حرام، 25 سنه
يعني صغيره وتقدري تخسي سهله خالص. عندي ناس كتيره جدا، يمكن تكوني محتاجه معونه حد، دكتور نفسي او حاجه يقعد معاك يشوف ايه أنا السبب. فعلا نفسيتي مأثرة عليا جدا. يعني يمكن تبقي محتاجه طبيب نفسي يشوف ايه السبب، وهو دكتور نفسي مع دكتور تغذيه ان شاء الله كل حاجه تمشي كويس. بإذن الله. يا حبيبتي، وغالبا هو الاول ما الواحد جسمه بيزيد بتلاقي بقى الدهون دست على الاوتار والعضلات وتعبتي ونهكتي. لكن صح. انا عندي امل كبير جدا جدا، زياره لدكتور مع دكتور ريجيم شاطر اضمن لك ان شاء الله خلال 3 4 شهور تنزلي بسرعه ونفسيتك تتحسن جدا ان شاء الله. يا ريت يا دكتور. ان شاء الله يا حبيبتي، سلامتك، الف مليون سلامه. سوهاج تاني، يا سوهاج. الو الو الو، سوهاج، ايوه يا دكتور، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ مين معايا؟ بنت الرب من سوهاج. ازيك يا بنت الرب؟ هو سوهاج ما فيهاش غير بنت الرب، انتوا كلكم عيله واحده. ايوه يا دكتور. اهلا اهلا، انتوا فاتحين على بعض. ايوه يا دكتور. قولي يا ستي فوق دماغي. معلش يا دكتور، انا معلشك بنتي معاك. 12 سنه. مين؟ بنتي 12 سنه. امال انت كام؟ انا 36. 36، خير يا حبيبتي؟ حسيت ان عند رقبتها هنا في بروز شويه، فاتخضينا فعملت لها تحليل غده درقيه. نتيجه التحاليل يا دكتور طلعت التي اس اتش 4.4، تمام، والفري تي 4 1.3، والفري تي 3 4.1، تمام؟ كمان عملنا لها أجسام مضادة طلعت 150، والنوع الثاني طلع 186. يا ترى اتشخصت؟ دكتور التحاليل دي تستاهل إن احنا نكشف غدة الصماء ولا إيه؟ اكشفي، لانه في احتمال يبقى عندها شويه اجسام مضاده، في ممكن يبقى في مرض مشهور اسمه هاشيموتو، ممكن يكون بس في شويه التهاب مناعي في الغده الدرقيه. اكشفي من باب الاحتياط، لانه في بعض البنات، هي بنتك 12 داخله على المراهقه، احيانا في فتره المراهقه بيحصل شويه تضخم فسيولوجي في الغده الدرقيه، مش هتخسري حاجه يعني. يعني هو الارقام دي كتيره يا دكتور يعني؟ على الحروك، على الحروك روك. هو الطبيعي مكتوب منه من 0 لغايه 60، فانا لاقي ان الارقام 150 186 حاجات تخض، مش كده يا دكتور ولا ايه؟ زياده سن. طب علاجها يتطلب ايه؟ لا، ده لازم دكتور الغدد يبص يشوف هل هي محتاجه، غالبا بيدي دواء يقلل شويه من افراز الغده الدرقيه. طب هو كده نشاط ولا خمول يا دكتور؟ لا، نشاط. ده نشاط. طب هل هيأثر على مرحلة المراهقة أو لا يحصل لا أي لا حاجة لا، منهم؟ بتاخد علاج تبقى زي الفل، ما تبقاش فيها أي حاجة، ترجع طبيعية مليون المية. يستمر مدى الحياة دكتور لا، ولا فترة ما حدش معينة؟ قال مدى الحياة، ربنا يديك العمر والصحة حسب الحالة، بنبتدي ونتابع. قصة بتبدأ وبنتابع التحاليل كل شهرين لثلاث شهور، وحسب انخفاض مستوى الهرمونات والأجسام المضادة بنبطل. بس وما تخافيش خالص، تبقى زي الفل إن شاء الله. سلامتها، ألف سلامة، وطمنيني على نفسك يا بابا. معانا ناصر من الغردقة، ازيك يا ناصر؟ ألو؟ ألو؟ اتفضل يا أستاذ ناصر، أنت على الهوا معانا. ازيك يا أستاذ مجدي؟ عامل إيه يا دكتور مجدي؟ الحمد لله، ربنا يخليك. أنا يا ناصر. يا معاك ناصر من الدنيا يا دكتور مجدي. أحسن ناس في الدنيا. الله يخليك، لا ده أنت كنت منورنا كتير في الدنيا يا دكتور مجدي. منور بيك. لا، حبينا نسمع صوتك بس ونكتبك ونقول لك كل سنه وانت طيب. وانت بألف خير وصحة يا أستاذ ناصر، وشرف ليا ان اسمع صوتك حبيبي. ما عشان كده انا برضه رديت عليك وحبيت اسمع صوتك، وكل سنه وانت طيب. وانت كنت بمليون منورنا في الدنيا في مهرة العطر يا شكرا حبيبي، ربنا يخليك، دي منوره بيك وباصحابها يا حبيبي، ربنا يخليك، وسعيد لتليفونك يا غالي. ربنا يخليك. سمية، سامية، ازيك يا سامية؟ أمريكا معانا. سامية، ازيك يا سامية؟ الله يسلمك، مساء الخير. مساء الفل، ازيك ستي؟ شكرا خالص على المجهود اللي بتعمله معانا بجد. العفو العفو، صلواتك يا حبيبتي، العفو تحت أمركم في كلكم في أي وقت. ربنا يبارك. أنا سني 65 سنة، ووزني 159 داون. عندي ركبتي اليمين وحتى الشمال بدأت برضو،
كان من 8 شهور وجعتني خالص خالص، ورحت اخدت عند دكتور متخصص الركبه عطاني كورتيزون وجل، حتى الكورتيزون عمل لي حساسيه جامده جدا ما عدتش اخده تاني، بس ما عملش حاجه خالص يعني اسبوع نفس الالم. ف دلوقتي بدأت برضو تتعبني خالص، ولو ما فيش مشيت شوية أو عملت أنا بعمل دايما الصبح على العجلة أو التريدمي، بس بيجيني ألم بقى جامد جدا ووضع تحت الركبة كده وارم. طيب أنت عملتي ام ار اي على الركبة؟ عندي التهاب في المفصل. التهاب بس ولا في مشكلة في الغضاريف في الأربطة؟ لا هو قال لي التهاب باين قدامه، التهاب في لا لا معلش بعد إذنك راجع كل ما أروح له يقول لي لا لازم عملية. ما أنا عشان كده بقول لك، ما أنا عشان كده بقول لك خليكي معايا. هو أصل في فرق بين التهاب وتآكل في الغضاريف والتواء في الرباط الصليبي، يعني في احتمالات غير كلمة التهاب. لو كانت الغضاريف متاكلة يبقى لازم عملية. فأنت معلش مشكور، أنت لو طبعا لو كنا على تواصل كنت شفت الأشعة ورديت، لكن أفضل تراجعي الأشعة مكتوب فيها إيه. لو مكتوب فيها كلمة ديجينيريشن يعني تآكل، وفي كلمة المينيسكاي أو في الكارتليدج يبقى الديجنريشن ده معناه التآكل، لازم نعمل عملية. والعملية بقت سهلة جدا يا مدام سامية، بقت سهلة خالص. ايوه يعني عندنا فاهمة، سهلة جدا 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 بس وبترجعي طبيعية خالص. متخوفة شوية يعني يا ستي، ربنا قبلك كل، ربنا يشدد الركب المخلعة يعني. طبعا لا طبعا ما سايباها على ربنا. طب ركبتي التانية من الجنب بقى ورمة دي من جنب ركبتي كده؟ لا دايما لما بقى في ركبة مورمة ومقلباني. ما بصي، دايما لما بقى في ركبة تعبانة انت بتحملي على الركبة التانية، واحدة تتحسن التانية تتحسن. لما بطلع السلم ما بقدرش خالص. فانت غالبا بصي، انت خلي الدكتور يعمل ام ار اي على الركبتين، عشان لو الاتنين فيهم تآكل عادة بيغير واحدة ويديكي كام شهر ويغير التانية، وبيديكي اوفر على فكرة، يعني هتاخدي اوفر تخفيض يعني. لا لا ولا يهمك، ما التأمين هيدفع ويديك الفرق بقى كوبونات على كوستكو ان شاء الله. ان شاء الله. ألف سلامة حبيبتي. معانا؟ ازيك يا سالي؟ مساء الخير. مساء النور، سالي من الله القاهرة. ازيك يا سالي؟ الله يخليك يا دكتور. انت كويسة؟ نشكر ربنا الحمد لله. عينيا الاتنين يا سالي. نعم؟ اتفضلي. والله دكتور عندي واحدة قريبتي، بس أنا مش عارفة الحالة بتاعتها قوي، بس هحاول يعني أقول لحضرتك طب عادي لحضرتك. وقريبتك ما اتكلمتش على طول ليه يا سالي؟ نعم؟ قريبتك ما تتكلم على طول. ما هي صراحة بعيدة مش موجودة، فأنا بعيدة قلت مش أقول موجودة. لحضرتك يعني. أنا متشكر لاهتمامك بالناس، يعني عندك اهتمام بالناس كبير. الله اتفضل يخليك ابي سلمي لي على يا عم. قريبتك الله يخليكي بعد ما نخلص. قولي مالها قريبتك؟ هي عندها زي حاجة في المخ بتعمل لها زي نوبات صرع زي تشنجات. ايوه. هي متجوزة بقى لها 3 سنين وشوية. والصرع ده جالها بالجواز ولا من غير؟ لا ده قبل الجواز قبل الجواز يعني. والجواز خلى الصرع زاد ولا قل؟ لا بيتهيألي زاد، لأنه أي لا جواز بيتهيألي بيزود زاد. الصرع عشان تبقى. فالمهم يا دكتور، الدكتور اللي هي تبع مخ وأعصاب منعها، سوري يعني منعها من المعاشرة الزوجية، وقال لها عشان ما يبقاش في حمل، حملت مرة وخلاها نزلته وقال لها حتى لو خدت منع حمل الرحم بتاعك مش هيستحمل انك تاخدي منع حمل، في حاجه مش واصله للرحم، او انا مش فاهمه ايه الحكايه يعني. ف مش عارفه بقى اذا كانت تروح عند دكتور مخ واعصاب ونس مع بعض، ولا تروح عند دكتور مخ واعصاب بس، ولا يعني الحاله يبقى لها كذا سنه لا وبتعالج بصي استشيري حد، استشيري يعني اي حاجه طبعا قدام يعني. لا معلش استشيري، خدي رأي تاني بعد اذنك، يعني رأي على رأي افضل، الحاجات دي بتبقى محتاجه رأيين مش رأي واحد.
نعم تفضل. تاخد رأي حد تاني بعد إذنك. طيب الحد التاني ده مخ وأعصاب ولا يعني؟ مرة كنت عند دكتور نسا فقال لي أنا بتابع مع مخ وأعصاب، يعني الحالة بتتابع مع الاثنين في نفس الوقت. ده اللي صح جدا، تاخد رأي مخ وأعصاب تاني وتتابع مع دكتور النسا. هي عايزة تحمل يعني؟ هي عايزة عايزة تعيش حياة طبيعية على الأقل، يعني عمرها يعني كم هي سنة؟ خايفة من الحياة الزوجية العادية عشان ما تحملش أكتر ما بينزلوه. عمرها كم سنة؟ حوالي 27 سنة. لا بصي، صغيرة يعني. تروح لدكتور مخ واعصاب تاني ويتفتح قناة تواصل بين دكتور المخ والاعصاب ودكتور النساء، وبنقرر على التليفون هنعمل ايه. يعني كده صح، يعني لما تتابع مع الاثنين مع بعض في وقت واحد كده تمام. مليون المية صح. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن هي لما تروح مع النساء ومخ الاعصاب مع بعض كده كويس جدا جدا جدا. طيب يعني الف سلامة عليها حبيبتي. معانا نادرة من الفيوم، ازيك يا نادرة؟ ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. عندي ابني ثانوية عامة السنة دي، قسم السنة خد 4 مواد ونخلي 3 مواد تانيين تحصيله، هو مستواه يعني الفكرة كويس بس بيقعد فترة طويلة في المذاكرة ومش بيحصل كويس، ودرجاته في الامتحانات مش قد كده، وعلى طول سرحان وبيقعد وقت طويل جدا في المذاكرة ما بيبقاش مركز. طول ما احنا قاعدين هادين الدنيا تمام، ذاكر او نراجع او نصحح يتعصب ويتنرفز ويعرق جامد، على طول ايديه ورجليه عرقانين جدا. ده من قبل ثانوية عامة ولا طول عمره كده؟ لا هو طول عمره كده بس زاد السنة دي. يعني طول عمره كده وبتكلميني الساعة 9:30 دلوقتي؟ ليه اتأخرتي كده؟ ما اعرفش، وانا حسيت ان الموضوع زاد قوي. لا ما تحسيش، اتاكدي الموضوع كده لازم نشوفه. بصي هنعمل رسم مخ واختبار ذكاء ونعرضه على دكتور، ده سهله، موضوع سهل بس ما يتسابش. ليه بتسيبوه كده؟ حرام، ده ثانويه عامه وبيسرح وما بيركزش ومش منتبه، يبقى ممكن يبقى عنده مشاكل في التركيز، فنتشيك مع دكتور ونشوف الدنيا اخبارها ايه. سهله يعني تتعالج بس. دكتور يعني دكتور ايه؟ دكتور مخ واعصاب. طيب ماشي يا دكتور، ادي سهله حبيبتي، ما تخافيش ان شاء الله تتحل، وانا عينيا الاثنين ليك. يعني معانا مارينا من القاهرة، ازيك يا مارينا؟ ازيك يا دكتور مجدي، عامل ايه؟ عينيا يا مارينا، اتفضلي تحت امرك. نشكر ربنا يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور، معايا بنتي عندها 4 سنين، بتيجي بالليل يا دكتور بتعمل حمام على نفسها. انا معايا ولد وبنت، فالموضوع زاد يا دكتور، فلقيته كل يوم بالليل، فرحت كشفت لها الحقيقه، لقيته ورحت كشفت لها عند دكتور مسالك بوليه، راح قال لي انت حامل ولا حاجه او ليها اصغر منها؟ قلت له يا دكتور معايا ولد اصغر منها. راح قال لي ما فيش اي حاجه، هي بس غيرانه من الموضوع، واكيد انت مهتميه باخوها اكتر منها، فعشان كده ايه هي هاديه فبتطلع الحاجه دي لما تيجي بتنام بالليل انت مش مهتميه بيها فبتعمل حمام على نفسها. كتب لها علاج ولا لا يا مارينا؟ ثواني، كتب لها علاج ولا لا؟ لا ما كتبلهاش علاج ولا بص عليها ولا كشف يا دكتور، بس هو قال لي هي اللي عندها دي غيره. صح انا فهمت. طيب معلش عشان الوقت بيجري بينا يا مارينا، ومتاسف لو الخط قطع بيكي، ما تزعليش هكمل لك الرد على الهواء. لا تخلي تروحي لدكتور اعصاب افضل، وعادة بنكتب لها علاج يقلل لها الحكاية دي سهلة يعني. هو طبعا الكلام صح والغيرة، بس لازم نكتب علاج عشان البنت نفسيتها ما تتعبش يعني. وأرجوكي لو سمحتي رجعي الحلقة بتاعت التبول اللا إرادي، أنا عامل لها حلقة كاملة على اليوتيوب على القناة بتاعتنا حبيبتي، وبعتذر لك لأن الوقت خلص بينا فلازم أخلص الحلقة، حقك عليا يعني. أحبائي وأعزائي المشاهدين، كان لقاءنا اليوم عن أضرار وبدائل الموبايل. يا رب نكون قدرنا نغطي الموضوع من كل زواياه. لو بصيتوا على الشاشه هتلاقي الفيسبوك بتاعنا دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده اللي ما عندناش غيرها، نفس الاسم ده دكتور مجدي اسحاق، عاملين قناه على اليوتيوب باسمنا حاطين عليها كل الحلقات. يا رب نقدر نكون بنخدم بيها الكل يعني، ويبقى شرف لينا تسمعونا معانا في الحلقات دي. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا بتبقى 3-8 بالليل النهارده، تتعاد بكره الاربع الساعه 1 الظهر، وتتعاد الجمعه الساعه 5 بعد الظهر. كان لي عظيم الشرف أكون معاكم في خدمتكم. طلب خاص، تدعوا لنا بالخير يا رب وتفتكرونا في الصلاة، احنا محتاجين عضد ونعمة ربنا معانا على طول.
ربنا يفرح قلوبكم ويخليكم لينا، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أجمل وأرق وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.